أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن ذكرى المولد النبوي الشريف هي مناسبة يستذكر من خلالها المسلمون السيرة النبوية العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرسخون من خلالها قيم الإخاء والتعايش والسلام مع الجميع. وبهذه المناسبة هنأ معالي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته، أيده الله بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعافية. كما هنأ معالي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والسعادة، وأن يحفظ مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيد علينا هذه المناسبات الكريمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوفر الخير واليمن والبركات.